وهي تهريب الألماس بكل اللي حصل بعدها من هروب ومطاردات ومقاومة سلطات وضرب نار وقتل وكل اللي انت عارفاه بعد كده يا استاذة سكينة بقى. لا قول لي سكينة عادي. ميرسي يا هانم. القضية دي كلها عند أكرم ريجا، فلازم الداخلية تعرف انه بدل ما انت المتهم الرئيسي وأكرم ريجا أحد المتهمين، لازم يتحول الأمر وأكرم ريجا يبقى هو المتهم الرئيسي في القضية. الله يرحمه ويحسن إليه. يعني انت يا استاذ عايز نتهم خطيبي وهو بيتحاسب ما بين ايدين ربنا؟ وصحيح ريجا كان سو بس طيب وحنين ويعني يتحط على الجرح. استاذه سكينه، اكرم ريجا لسه عايش. انت بتقول ايه يا عم؟ انت كمان بتقول ان ريجا عايش؟ الله يرحمه، ده مات وشبع موته وغطوه بالجرايد. يا فندم، التحريات والمحاضر بتثبت انه ما ماتش، نقلوه المستشفى، عاش وهرب من المستشفى كمان. بجد؟ ايوه يا فندم، وانا بهزر ليه؟ دي حقايق. اكرم ريجا لسه عايش والبوليس بيدور عليه كمان. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. ده انت لو جبت لي اعدام تبقى كفيت ووفيت. انا مش عايزه حاجه من الدنيا. اعدام ايه؟ معقوله يا بنتي؟ معقوله؟ الله، ريجا اللي كان السبب في كل اللي حصل لك ده بتعملي عليه كده؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده يا حبيبي؟ يا ريجا ده زمانه قالب الدنيا ومش عارف يوصل لي. ما هو لو وصل لك احنا عايزينه يعترف بالحقيقه ويقول إنه هو اللي مدبر الموضوع ده كله، وإنه استغلك كسواق فقط لا غير. لا طبعاً، أنا سلم ريجا يفتح الله يا عم أنت. وإيه اللي يفتح الله؟ ريجا ملبسك كل القواضي وطالع هو ملاك، أنت هبلة يا سكينة؟ بقول لك إيه؟ أنا على قلبي زي العسل، هو كان بيعمل كل ده ليه يعني؟ كان بيعمل كل ده عشان يجيب لي نجمة من السما. للأسف، لو ريجا ما بقاش هو المتهم الرئيسي، كده فرصة براءتك تكاد تكون معدومة. يا عم تغور البراءة. هو إيه اللي تغور البراءة؟ هو إيه اللي تغور البراءة؟ أنت غبية؟ خلاص، أنت حرة، ده قرار حضرتك. نيجي بقى لقضية الآثار. احنا محتاجين الآثار اللي الناس في البدرشين شهدوا انكم هربتوا بيها. اه لا، ما احنا كنا عاملين حسابنا يا استاذ ياسر، كنا عارفين ان احنا هنحتاجهم بعد كده عشان نطلع برا، وانا قلت لسكينة الفكرة دي، مش كده عملنا حفرة كبيرة وخبيناهم فيها. طب ده حلو جدا جدا، الحمد لله. الحمد لله. انتوا عرفتوا تجيبوا لي الآثار دي، احنا نبدأ منها على طول. لا احنا عرفنا نجيبهم. سرقت. لا حول ولا قوة الا بالله. كده رجعنا لنقطة الصفر تاني، والآثار دي لازم تيجي. كده يبقى فاضل لنا قضيه المخدرات بتاعت الاستاذه رانيا، وانا كل اللي اقدر اعمله فيها ان اطعن بالتزوير على البوالص بتاعت الشحن اللي عليها توقيعك، وهنبقى محتاجين نسخه البوالص اللي مع شركه التخليص بوالص. وانا بحاول اجيبها دلوقتي، وبرضه هنبقى محتاجين المستندات اللي مضيت عليها في الشركه اليوم اللي رحت فيه، ان شاء الله حتى لو نسخ على الكمبيوتر. المهم قولي لي، في عندك حد مخلص جوه الشركه يعرف يجيب لنا الورق ده؟ لا، هو انا ما اعرفش اي حد مخلص في حياتي عامه، بس يعني هحاول اتصرف. ده ينقلنا لجريمتين، قتل بوسي ومختار، ودول حلهم ان احنا نلاقي القاتل الحقيقي، لان مفيش حجه غياب ولا سبب ينفع عنكم التهم، وعشان كده دول اكتر جريمتين او اكتر قضيتين مع اقربين، بس برضو هنشتغل عليهم ونحاول نحلهم ان شاء الله. يا ريتني ما كنت مسكت السكينه زي ما قلتيلي. ايه تفتكري دلوقتي؟